السلام عليكم ورحمه الله، تحيه لكم القناه حكيم باش. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي بوشيط ديال التليفون وما هادو، غادي نديروا لهم واحد لو تيست نشوفوها واش كدوز ما ولا لا. يعني اي واحد شرا بوشيطه ممكن شريتيها غادي تيق فيها ديريكتومون، يعني تشد التليفون ديالك ديرو وسطها صافي بدا تدخل بحال عادي، راه جديده صافي راه غادي تكون خدامه. لا، خاص ضروري ما تيستيها واخا تشريها غاليه، يعني واخا تشري دي مارك اللي هما واعرين حتى ل 100 درهم 150 درهم ضروري خاص لو تيست. بالنسبه للاثمنه ديالهم راه كيديروا تقريبا ما بين 15 درهم حتى نقول من 15 درهم حتى ل 80 درهم، وكاينين شي واحد اللي كيكونوا كاليتي، يعني على حسب كاليتي بري. وبيان سور اليوم ان شاء الله غادي نديروا لو تيست ديالها. بحال دابا وحده شاك فيها كدوز، هذه كندخلها معايا بزاف، وليت كنلقى التليفون شويه عرقان، يعني كنلقى شويه لوميديتي في التليفون، هذاك الشيء علاش غادي نديروا ليها لو تيست. وهذيك دخلت بها شحال هادي وبقيت حطيتها، دونك غنتيستي هادي اللي ما خداماش، غنتيستي هادي اللي خدمات فيه وراه مزيانه اللهم يسر. دونك غنشوفوا لو تيست كيفاش غنديروا ليه ان شاء الله، يعني لو تيست سامبل. وحيت الا ما درتيش لو تيست شنو غادي يوقع؟ غادي دير فيها التليفون على اساس راه ايطونش، شاريها بوشيط ايطونش، دخلتي للبحر طحتي ولا زلقتي، كنتي كتصيد غير فوق الصخر وزلقتي، والانسان راك عارف الخطا كيوقع. ولكني واش هذيك الوسيله اللي خدمتي اللي جبتي على ود باش دير خدمتها، واش كدير خدمتها ولا لا؟ هذا هو السؤال. خليكم معنا ان شاء الله، غنتيستيوها بيان سور غير بالماء. كاينين جوج الانواع ديال لي تيست، كاين تيست كنخوي فيها الماء وبيان سور كنخلي يدي ناشفه وهي ناشفه من برا، كنكب غير واحد جريمه الماء ونسد عليها ونتيستي نشوف واش غادي دوز ولا لا. الا دوزت راه كاين المشكل، ما دوزتش راه مزيانه ايطونش. ميم كابور هادي حتى هي غادي ندير فيها شويه الماء ونسييها، الا دوزات راه مشكله، يعني صافي ما بقاتش خدامه بوشيط التليفون. الا ما دوزتش راه مزيانه. والتيست الثاني شنو هو؟ كنحلوها وكنديروا فيها كلينكس، يعني بابي جينيك ولا بابي سيرفيات ولا المهم مشوار اي واحد، يكون سورتو يكون بابي. اون فوا كتخشيها كتسد عليه عادي، وكتمشي شي بانيو ديال الماء ولا لافابو كتسدو كتعمرها مزيان، ماشي غير ترش عليها الماء، لا حاول تخشيها في الماء، حيت الا كنتي كتصيد لداخل بشومبري ولا بكاياك ولا بباطو ولا اي ولا كنتي غير كتعوم، واخا هما ما مديورينش للسباحه، ولكن غير الا طحتي في الماء كيف ما قلنا خاصها تقوم بالدور ديالها. دونك كيف ما قلت لكم كدير بابي وكتسد عليها وكتخشيها في شي بانيو ديال الماء، كتحركها مزيان وكتشوف هذيك الساعه واش البابي فزك ولا لا. الا ما فزكش البابي راه مزيانه، ولكن الطريقه السهله هي انك تخوي فيها الماء. انا نديروها دابا ان شاء الله باش تشوفوا لو تيست واش غادي يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. بقاو معنا. اذا نكملوا لا فيديو ديالنا، غادي نحتاجوا قرعه ديال الماء والبوشيط. اي بوشيط عندك بغيتي تيستيها تجيبها معك. نبداو بهاد الزرقه، هاد الزرقه هي شاك فيها، هي اللي قلت لكم يعني كيبان لي التليفون عرقان. نحل القرعه ونخوي شويه الماء بشرط ان القرعه تكون ناشفه من برا، يعني يدي ناشفه من الماء، بوشيط ناشفه باش نعرف واش كاين المشكل ولا لا. غادي نكب صافي غير شويه، هذا كافي، غادي نسد عليها عادي. هادي راه عندها ثلاثه سدادات، هما ثلاثه وكطويهم. راه كاينين شي حالات ديال الرياس ولا الناس كيشريو بوشيطه ما كيعرفوهاش كيفاش كتسد، غير ديك السده اللي ما كتكونش على حقه وطريقه كدير ليه مشكل الور كو هي خدامه. دونك نشوفوا ان شاء الله. هيا عمرناها، لاحظ 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 لاحظ، شوف كاين مشكل، شا يعني هذه مضروبه من هنا، هاتي هاي مضروبه من هنا، هاي مشقوقه من هنا فيها الشق. دونك هادي مابقاتش خدامه للبحر، ما ديرش فيها التليفون حتى ملي تكون حدا الماء ولا كذا، ما خدامهش بتاتا بحال ما دايرهاش. هادي نصيحه من عندي. دونك نجربو هاد الثانيه نشوفو على الله تكون خدامه. هادي هي اخر مره دخلتها معايا في الفيديو ديال الكاياك سيدي بوزيد، دخلت معايا هاديك. دونك نشوفو هادي، ديما كنجيب معايا وحده سكور، هادي خدمت بها شحال هادي وحطيتها، غنشوفو دابا واش باقا قاضيه الغرض ولا لا. دونك نجربوها
ونسدو عليها حتى الطرطقات ديالها باقي مزيانين. ديرها 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 يدي باقا ناشفه ورك عليها شويه دونك هادي مزيان كتدخلش ما خرجتش ليا الماء. ملي ما خرجتش الماء يعني راه ما كتدخلش الماء. بالنسبه للناس اللي كيديروا مثلا الكونتاك كيدخلوا السارو ديالهم وكذا كيلقنبوا الماء عاشوره دابا اللي كيديروا كونتاك ديالهم من الاحسن الا قدرتي كيفاش انك ما تدخلش السارو ديالك يعني اي حاجه لي الكترونيك من الاحسن ما تدخلهاش. مازال التليفون اغلبيه الناس كيدخلوهم. انا بالنسبه لي راه واخا كندير هذا راه كنخشي في البيدو ايطونش في الكاياك يعني كاين واحد البيدو كنهزو معايا كندير فيه الماكله وكندير فيه هاد البوشيطه فيها التليفون يعني تفادي لا قدر الله قلبتني شي موجه ولا ضربت شي موجه على غفله راه تجر هادي صافي نوليو في مشاكل. هنا كنحسب شويه الماء شويه الماء بدا كيقيس هاي كدوز شويه الماء هاي لاحظوا معايا هاي من هنا من هنا انا نزير عليها شويه غادي يبان لكم المشو. دونك هادي شنو نقول لكم هادي خدامه ولكن بروفيزوار غادي تخدم غير بروفيزوار مون. هادي دابا اش كيوقع ليهم هادو الديفو ديالهم حيت تكون نفس الضربه هادو بحكم انهم كيتعلقوا من هنا وكيتعلقوا من الجهه الايطونش هاد المنج هاد اللعيبه هاد اللعيبه ايطونش دونك كتشرق هي من هنا كتشرق من هنا صافي ما كتبقاش. نجربوها تا هاي هاي لاحظوا معايا شتو يعني سي تان ديفو دو فابريكاسيون. شوف الناس اللي صابوها باش تعرف الشينوا واعرين داروها لك يعني عندها واحد دوري دفي حتى كتبقى تعلق التليفون كتبقى تعلقو 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 هاد اللعيبه كطيب من هنا صافي وكتبدا تدوز الماء. دابا الميم بروبليم ديال هاد غير هادي غادي نديباني بها ان شاء الله بما ندخل لكازا وناخذ شي وحده اخرى زوينه. انا كنت صراحه كنت شريت جوج المهم غادي نعاود نشريهم ما خاسرين والو. المهم هو التليفون بالنسبه لواحد المساله مهمه دابا التليفون اللي غادي نوريه لكم راه كنصور به يعني شريت با مال التليفون شحال من التليفون طاح في البحر يعني كيكونوا اخطاء ضروري يكونوا الاخطاء يعني كي لامبروفيست كتجي لك شي حاجه على الغفله ما كتكونش دير بحسابها. ملي خديت التليفون ايطونش صافي هو يتفك المشكل حاولت يعني ملي كان عندي سامسونج اس 5 ما كانش مشكل خدينا ال ا 10 مشكل ا 20 مشكل ا 52 مشكل كلشي خسر بالماء. دابا عندي سامسونج ثاني ايطونش الاس 20 الاس 20 ما كيقيسوش الماء واخا حتى الغلط تيوقع سو الماء ما كتخافش عليه لي كونيكتور ديالو بلاصه الميكرو كلشي يعني دير لي واحد مترو تحت الماء ويبقى ساعه هو موي دونك ما كاينش مشكل. دونك نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تكون فيها في افاده يعني اي واحد شرا بوشيطه بحال هذه ولا شكل اخر يجرب نفس لو تيست كاين اللي فيهم بلاستيكات غلاط من هنا حل كوب الماء سد وبدا تحرك شويه دير على شويه البريسيون بحال دابا درنا عليها البريسيون باش بدات كدوز يعني نقدر نزيد نخدم بها شويه يعني سيكوريتي فيها كاينه ولكن فابل ماشي سيكوريتي هوت. دونك نتمنى ان شاء الله تكون الفيديو نالت الاعجاب ديالكم وفيها فائده. تحية لكم السلام عليكم.